السؤال اللي عم بكسر قلوب الجميع وهو قلبي الوحيد اللي عم بكسر. السؤال الثالث والاخير اللي عم بساله الجميع المشتركين، من تجربتك معي من بدايه سديم لحد الان، قديش بتحبني من 10؟ مش بتحبني يعني انه كحب، يعني انه صداقه، فهمت؟ مش حب يعني لو بدهم يعطوك خيار انه حب بالصداقه لما تكون انت وصديقتك. ممكن اتكلم 10؟ يلا اطلع. انت مش 11 يعني؟ تحمستي.